المشاهد عزيز المستمع، زي ما ارجو عارف الكليب الاخراني، بنات كتير ماشيين بالعكس وشباب بيرقص جوه الطقس، اللي قاعد وماسك محمول بيتكلم او يبعت فاكس، عوده ولقاء مع وزير التربيه والتعليم لكل مطربين هذا الجيل، تقعد تحت وتسمع فوق النجم الفنان علي فاروق. يلا بقى سبحان الله. معلش حبيبك 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 حبيبي، تحياتي للتوفيقيه وعمر التوفيقيه، تحيه جميله حاج رمضان السباعي، تحيه جميله حاج رمضان وشركه الوهاب، تحياتي لشركه الوهاب، تحيه جميله. انا بحفظ التشطيبه في ثانيه، ما تحرجش يا ام حاج. تعالى اللي عشت الملك بس الملك للمالك، عشرت في الليل من الملاك واحد في المنام، شلت اللحاف ونام. قول قول يا عم علي. الصاروخ برف الجو. يوسف شعبان، تحياتي للوجه المشرف الحاج عبد الوهاب شعبان، بيمسي على الحاج سامي حلوان. الوهاب شعبان مثل العرب. الصاروخ برف الجو بيمسي على، تحياتي المعلم عبد الحميد ابو زينب. الصاروخ تحياتي ليه. انا اللي عشت ملك بس الملك للمالك، واللي عامل لك صاروخ بيظبط النافوخ يا صاروخ. بس اوعى تنسى الحاج عبد الوهاب شعبان. انا شفت بالليل من المبعد واحد سالك. انا كنت باشا وبيطلع تاثيري، زماني ده ابن الاله رتب واحد غيري. انا تبت الجدعان قاسم في كل مكان، واللي عبوني سمعان وما شبه من خيري. اسمع يا نن، اسمع يا بنن. شفت المرار والهنا وشربت من الجرين، دايما يا حظي انا بقع في ناس خيرين، والفتحة على الجدعنة يا صاحبي، والفتحة على السلكين. دنيا طاولة وناس عالدولة كلهم لعبوها خرصة، دنيا طاولة ناس عالدولة كلهم لعبوها خرصة، كل وشهم داري غشوا شياطين ولاد عبلصة، لعبوا بيك ودوخوك، قالوا باشا مفيش خوف، واما خلصت مصلحتهم خلي وبعد ما عشموا. فجأة قفلوك الشمال، المعلم اصحابه اللي حواليه باعوا، عيش وملح وذكريات، السنين والعشرة ضاعوا. شد حبة كمان يا شدنا، وريني بر عبده سدة، ده اللي تحكي له سرك النهاردة، فكرة بالنظرة تسلك، المعقرب والخبيث،
اللي اصله جبان رخيص قبله وشه في السفيس قله ندري وقرش عمك قصر الكلام كل راكب عالسلام ناس كتير عرفتها معرفتها مش تمام عدم المؤاخذة وبأمانة في ناس كتير في شدتك بتعمل خلعون وما بتسدش خانة معرفتها بالخسارة شكل مجرد ستارة مرة حاجة ودي حاجة ويبيعوك علشان السيجارة ناس مناظر شكل زينة في ناس مناظر شكل زينة وفي خلق نفخ ولاد لسينة مهما ندي ومهما ياخدوا برضو عينهم راشقة فينا طب يلا عينك رشعة بنا والنبي يلا عينك رشعة جبنا خلص حبة وشوف بدلنا اللي شاغل بالك بينا ده احنا نشغل مش شاغلنا بقول يا غاوي تسمع كلام اسمع كلام معقول بين الجدع والجدع تلقى 200 دبور راجل وابن راجل اللي هيسمعني سقفه محبه في رسول الله راجل جدع مظبوط والحظ مش معدول زرع في ارض الرجوله والارض طلعت بور اسد وعلي الجمل نفسي اسالك سؤالين اسد وعلي الجمل نفسي اسالك سؤالين صبور قوي يا جمل والصبر اخر الفيل امر الخريف الحديد الحد يا جمل الحد عيد حياه الحد عيد ورمسه الكبير عبد الرحمن رمسه اخو ايمن رمسه عم رمسه ولد عمي براحتك بقى هنا بقى هنا بقى وتحس براحتك بقى رمسه الكبير تحياتي بقى المشرفه الحاج احمد رمسه تحياتي جميله طبعا تحياتي ليه علم مصر الحاج احمد رمسه نكمل شويه كمان ولا كده كفايه ها طب اسمعوا الجديد علي فاروق اسمعوا الجديد وزمانك ابوك الحاج احمد رمسه واسلام باشا الانس تحياتي الاسلام باشا تحيه جميله وليالي الانس في اسكندريه باشا الانس تحيه جميله زمانك اسمعان ليالي الانس في فيينا اسمعان قالت ليالي الانس في فيينا وعوضه بقول اسلام الانس في اسكندريه خلصانه بطريقه طبيعيه قول يا على الله اتريقه وتخلى عيني ابو السبع بقى اتريقه وتخلى عيني ابو بعد ما كان الملك والكل بيهابه كانوا مرمومين حواليه واما الزمان جي عليه الطبع القلب جمد ووقفوا على بابه القوة راحت والضعف بيشمت حتى القرون وقفوا حارينه واتنططوا بعد ما كانوا بيقولوا له سمعا وطاعا النهارده في وش عادي بيغلطوا انا اللي شفت كله وكل فيا عيا عيا ولا اللي ما يشوفنيش دهب ما شوفوش ترى ترى انا اللي شفت كله وكل فيا عيا عيا ولا اللي ما يشوفنيش دهب عليا النعمه ما استعملهوش ترى لعبوها صح وكانوا بيمدحوا لعبوها صح زي ما بيقول الكتاب مش هتكسروني انا موجة عالية وصعبي جدا تركبوني ترسية بقولك تعالى معايا ترسية احمد ترسية وزير الحرية تعالى انا اللي شايف كله فيا اعتبر نفس حضرتك يعني في البلاد ورس كده عند برشلونة وتعالى نتجول سوا مع بعض في المقدم كده يلا محطة الرمل حبيبي تحياتي تحياتي اهل اسكندرية
الجدعان. الامن والامان مباحث منتصف اول. تحيات الامن عمر محفوظ. محمد بيه محفوظ. وعجيبة الدنيا دايما بتمشي بالحظوظ. ناس بتشرب من التلاجة وناس اخرها كوز. بس اللي سهران على راحتنا امن وامان اسكندرية والجمهورية. محمد بيه محفوظ. تحية جميلة 29 اسكندرية. بقول السبع بقى تريعه وتخلع نيابه بعد ما كان الملك والكل بيهابه كانوا ملمومين حاله لما الزمن جه عليه السبع قلبه جامد والقفل على بابه بنسبته حتى الهروب بقى فوق عارضه يتنططه بعد ما كانوا بيقولوا سمعا وطاعا النهارده في وش عاد بيغلطوا انا اللي شلت كله وكل فيا عم انا اللي ما يشوفنيش ذهب ما شوفوش انا اللي شلت كل فيا واي واحد ما يشوفش راجل جدع ذهب هو كمان ما يشوفوش مسينا عليا كانوا بيمدحوا لعبوها صح زي ما بيقول الكتاب مش هتكسروني انا موجة عالية وصعب جدا تركبوني مش هتكسروني انا حيطة سد وصعب او توقعوني مش هتكسروني انا موجة عالية وصعب جدا تركبوني بقول اسد يعلي الجبل نفسي اسألك سؤالين صبور قوي يا جبل والصبر اخر الفين امرك غريب عجيب يا جبل او ضعيف الدين ازاي تخاف للبشر عشان الاسود هيبه ما تخلي قلبك حجر وتأذي في اللي اذاك امرض دي قال الجبل خليك حليم امال امرض دي قال ابن الاصول لابن الحرام خليك حليم امال اضعف مع الغلبان واقوى على البطران ربك خلعني حليم ما امشيش طريق بطان ويكفيني اسمي انا يكفيني اسمي انا اقل خلق الله اخوكم علي فاروق عندي طرطسيه في التوفيقيه وسط اخوات الرجاله اللي منورين الفرح الابطال عايز معانا فريق هناك للنبي وتسقف عشت الحياه زي الاسد حواليا ناس مناش عجب انا شفت غير في المحل ما لقيت حبيبي خلاص اللي نسي اسمهم انا كنت صانع ضغطهم بس انما كنت السند الله شافي Yeah.
Let's go.
لكل خطة مليون سلامة لكل اخوان.
الرسول اخويا الزعيم ياسر رماح ومعانا كلنا. حاضر يا عم، حاضر يا عم.